السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برين تيست المرحلة 36. الفيديو ده هيبقى من مرحلة 36 لحد 40. المطلوب مننا في المرحلة دي ان احنا نحسب التقاطعات. فهنلاقي ان اول تقاطع اللي هو رقم واحد ده فيه تقاطع واحد. هنلاقي الشكل اللي قصاده 9 تقاطعات. يبقى الشكل اللي تحت ده اللي عنده علامة استفهام 1 2 3 4 4 تقاطعات. انه مظلم جدا لا استطيع العثور على قطتي. هناخد اللمبه دي وننزل نحطها كده فهتنور وهنلاقي القطه. قم بالوصول الى النهايه قبل نفاذ الوقت. فاحنا لو جربنا نحرك العربيه هنلاقي ان ال3 ثواني بيخلصوا قبل ما نوصل للنهايه. فهنبدا ان احنا نكسر الساعه دي نمشي العربيه فالعربيه توصل راحتها. يجب ان نكون مستعدين قبل وصول الضيوف. ففي كاسين متلمعين ونضاف، التلاتة دول مش نضاف. كل اللي هنعمله نقعد نمسح على الكاس كده لحد ما يتلمع. دي 1 2 3 وكده احنا جاهزين للضيوف. أين هو أرنبي؟ هنجيب أدي العينين نطلعها فوق. هو مش شكل الأرنب قوي، بس احنا بنجمع من الخضار دي زي كرومب، وفي أدي جزر وأدي لفت اهو تقريبا اهو، ونقوم جايبين كده. يبقى ده شكل الأرنب. أتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.